الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، رمضان هو شهر الصبر، والصبر هو الحبس في اللغة، يعني أن تحبس نفسك، وهذا الحبس يحتاج منك إلى تدريب، ويحتاج منك إلى مجاهدة، ويحتاج منك إلى صبر. والصوم في حد ذاته هو عبادة شاقة، وخاصة إذا جاء في فصل الصيف، فهو يحتاج منك إلى صبر شديد، يحتاج منك إلى طاقة روحية وطاقة نورانية لكي تستعين بها على هذه المشقة. وهذه المشقة هي مشقة عارضة، ولذلك قال الإمام العز ابن عبد السلام: إن الله حمل الطاعات بالمشقة، ولو شاء الله ما حمل الطاعات بالمشقة، ولكن الله سبحانه وتعالى لكي يختبرنا ولكي يمتحننا حمل هذه الطاعات بالمشقة، ولو شاء الله لنزع هذه المشقة من الطاعة. ثم قال: فإن أهل الجنة يلهمون التسبيح، يعني تسبيحهم في الجنة بالإلهام، بدون مشقة، بدون تعب. إذن الصبر هو جهاد، الصوم هو جهاد، الصوم يحتاج منك إلى صبر. ولهذا قال ربنا في بداية آيات الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونلتزم بهذا الصبر بتحمل أخلاق الناس، كما قال جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. لأن بعض الناس يظن أن الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب فقط، لا، هناك صوم الجوارح أيضا التي ذكرها جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ودع عنك أذى الخادم، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم إفطارك سواء. هذا الصائم له حال، أنه في معية الله، أن رائحة فمه هي أطيب عند الله من ريح المسك أو من رائحة المسك. هذا الصائم هو في معية الله، هو في حمى الله، له حالة تميزه عن غيره، لابد أن تلتزم بهذا الحال الشريف المبارك. وإذا كنا نتحدث عن رمضان بكونه أنه شهر الصبر، وأنه يأتي في فصل الصيف، ندرك جيدا أن الصالحين كانوا يتلذذون بصيام الصيف، وكانت بعض الصالحات تنتقي الأيام الشديدة الحرارة لتصوم فيها، فكانت إذا عتبت في ذلك تقول: إن الشيء إذا رخص اشتراه كل أحد، إن الشيء إذا كان سهلا فعله كل الناس، يعني لو جاء رمضان في فصل الشتاء لكان سهلا ويسيرا، ولكن إذا جاء في فصل الصيف كحال هذا الرمضان، وإذا جاء مع زمان كورونا أيضا، وفيه الحبس، أنك تنتظر في بيتك وأنك تصلي في بيتك، هذا يحتاج منك إلى مجاهدة، ويحتاج منك إلى إرادة، ويحتاج منك إلى طاقات نورانية وطاقات روحانية تعينك على هذا الأمر. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يصوم تطوعا، فكان يشعر بالإغماء، ومع ذلك كان لا يفطر. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه يصوم تطوعا فيغمى عليه، فكان يأتي بالماء البارد ويضعه على وجهه. إذن الصيام اشتمل على أنواع الصبر، فالصبر ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله، وهذا متحقق في الصيام، الصبر على معصية الله بابتعادك عن المعاصي والذنوب، الصبر على أقدار الله المؤلمة،
وهذا متحقق أيضا في زمان كورونا، فقد اجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله، الصبر على معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا الصبر يتحقق في سلوكك وأخلاقك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، مش يشتم ولا يرد بألفاظ بذيئة ولا يجهل، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. فالأولى لتذكير نفسه، والثانية لتذكير شاتمه أنه في حال شريف مبارك، أنه في معية الله، أنه صائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا آداب الصيام، وأن يخلقنا بأخلاق الصائمين. هذا والله ولي.